في كل زاوية من أقسام مستشفى بيحان مشهد للألم والمعاناة. فهذا المرفق الصحي يستقبل مئات الحالات المرضية بشكل يومي، إلى جانب معالجة الحالات الطارئة وجرح الحرب من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. لكن الأكثر معاناة هنا هم المدنيون ضحايا الحرب، كما هو حال هذا الطفل وأفراد أسرته الذين أصيبوا بجروح بالغة إثر انفجار مقذوف بالقرب من منزلهم. وهذه ليست سوى حالة لكثير من الحالات المشابهة التي تصل إلى المستشفى نتيجة لمخلفات حرب الميليشيا الانقلابية. وأكثر تلك المخلفات خطورة هي الألغام التي تشكل تهديداً لحياة المواطنين بعد التحرير. صحة صراحة يوجد مستشفى بيحان وهو المستشفى اليتيم داخل بيحان. لا زال هذا المستشفى يفتقد لكل التخصصات في جراحة العظام والنظر والأعصاب، بينما يتوافد إليه المئات بشكل يومي من الجبهات ومن جراء تفجر الألغام في المواطنين. وللأسف نحشرهم في غرفة أو في غرف ضيقة جدا، ولا يحظوا إلا بإسعافات أولية ثم ينقلوا إلى مناطق بعيدة، حتى إن بعضهم يتوفى في الطريق. في ظل هذه الأوضاع تتحدث إدارة المستشفى عن الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه عملها، لعل أبرزها شح الإمكانيات المادية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. عندي موازنة تشغيلية يعني قليلة جدا، ما تكفي لو اجمع البنود كامل حق المستشفى، ما تكفي المادة الديزل، وقود الديزل ما تكفي له. شوف، لكن احنا نقول نطالب بالموازنة التشغيلية ونطالب بالأشياء المهمة الضرورية العاجلة. كثير من المرافق الخدمية في بيحان لم تستعد عافيتها بعد التحرير، وفي مقدمتها المرافق الصحية التي عانت من الحصار طيلة 3 سنوات من احتلال الميليشيا للمدينة. بجهود مضاعفة يعمل طاقم هذا المستشفى رغم التحديات والصعوبات التي تواجههم، على أمل أن يتغير واقع الحال إلى الأفضل. صالح سالم، قناة بلقيس الفضائية، شبوة.